أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ما فوائد الإيمان؟ سبق أيها الإخوة أن الإيمان هو التصديق، وفي الاصطلاح هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وتحدثنا عن حاجة الإنسان إلى الإيمان ليكون إنساناً، وفي الدرس الماضي كان الحديث عن فوائد الإيمان بالنسبة للفرد، وكانت فوائد الإيمان بالنسبة للفرد التي تحدثنا عنها فائدتين: الأولى الأمن النفسي، والثانية تعزيز كرامة الإنسان. حديث اليوم عن فوائد الإيمان بالنسبة للجماعة، وسأتحدث أيضاً عن فائدتين. مجتمع بلا إيمان مجتمع غابة، لأن الحياة فيه للأقوى لا للأفضل ولا للأعلم. تذكرون يا أيها الإخوة أن هتلر أراد أن يقتل كل المعاقين، بل إنه قتلهم. طبعاً عندما نقول هتلر هو ليس شخصاً، هو تفكير، هو مجموعة من الناس لاحظوا أنه يا أخي هؤلاء المعاقون يمثلون يعني إرهاقاً للمجتمع، وإرهاقاً لأهليهم، وإرهاقاً على أنفسهم، فكان أن جمعهم وأطلق الرصاص عليهم. مجتمع بلا إيمان مجتمع غابة. ولا يزال هذا البحث مطروح، لأن كنا نستغربه نحن، نقول يا لطيف شو هالعمل الشرير. هذه المسألة الآن تناقش يا أيها الإخوة في أرقى منابر العالم الفكرية، مسألة يسمونها رصاصة الرحمة. ما حكمها؟ تخيلوا يعني هذا الأمر مناقش في مريض بالمشفى تحت أجهزة الإنعاش، خلينا نقتله. في توجه موجود في العالم، هذا التوجه لا يقوده أناس يعني لا قيمة لهم، قانونيون كبار، أطباء كبار، مشرعون كبار على مستوى العالم، تناقش مسألة رصاصة الرحمة، وهكذا يسمونها أو يقولون القتل الرحيم، إنه حرام هذه اللي قاعد على الأجهزة بالمستشفى، يعني عالي على المجتمع وعالي على أهله وعالي على نفسه، اقتله يا أخي وارتاح. ومعلش منلاقي قتل رحيم، شوف التعبير مثل تعبير الفوضى الخلاقة. شنو فوضى وخلاقة؟ مثل قتل رحيم. هذا أمر يناقش، لكن نحن أهل الإيمان عندنا الأمر من مبتوت به. لذلك كل أتباع الديانات السماوية اليهودية والنصرانية والمسيح والإسلام كلهم متفقون لا يناقش هذا الأمر على الإطلاق، ما يوجد قتل رحيم. يبقى الذين لا دين لهم أو الذين لا يتبعون دينا يقولون لا، بدنا نناقش هذه المسألة. مجتمع بلا إيمان مجتمع غابة. حتى مسألة الفقراء والمساكين هذه تطرح على مستوى العالم، الفقراء والمساكين عالي على الكرة الأرضية، عم ياخذوا يشربوا الميات معنا، وعم ياكلوا الخضروات والفواكه معنا، وعم يستنشقوا الأكسجين تبعنا. والدراسات الاقتصادية بتقول الموارد محدودة، وهؤلاء عالي، أخي دعوهم يموتون. أنتم يا أخوان الآن تتصدقون وتساعدون
وتتقربون إلى الله عز وجل بإخراج فقير من فقره ومسكين من مسكنته ومحتاج من حاجته. وهناك من يناقش مسألة هؤلاء يقتلون، لماذا لا يعملون؟ اقتلهم. مجتمع بلا إيمان مجتمع غابة، لأن الحياة فيه للأقوى لا للأفضل ولا للأعلم، وهو مجتمع غايات أهله لا تتجاوز شهواتهم. حتى الآن ما ترونه على مستوى العالم، هذه الهجمات على دول العالم الفقير، هذه هجمات تمثل فكر، مو شغلة يعني إنسان طائش راح أعلن حربا، لا لا، هذا فكر أخي. هذه الدول النامية هي عبارة عن دول لابد أن تستعمر وأن تسحق، والدول القوية هي التي يجب أن تسحقها، أن تسحقها. هذا فكر يطرح. شو فائدة الإيمان للمجتمع يا أخوان؟ ماذا يعني أن يطرح فكر إلحادي في مكان؟ يعني أن يسحق كل الفقراء، يعني أن تدمر المجتمعات النامية، يعني أن يقتل المرضى، يعني أن أتبع ويتبع البشر شهواتهم كالحيوانات. وماذا عن الله؟ ماذا عن الصلة بالله؟ ماذا عن تعاليم الله؟ لا يوجد تعاليم لله، يوجد تعاليم تمليها الشهوة. هذا معنات إلحاد. مجتمع بلا إيمان مجتمع غابة، لأن الحياة فيه للأقوى لا للأفضل ولا للأعلم، وهو مجتمع غايات أهله لا تتجاوز شهواتهم. قال تعالى: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. من هنا جاءت الحاجة الملحة للحديث عن الإيمان وآثاره في المجتمع. أنا الآن سأتكلم عن فائدتين اثنتين للإيمان على مستوى المجتمع. الفائدة الأولى: من شأن العقيدة الصحيحة أن تنزل بالمتألهين المتكبرين من عليائهم وجبروتهم وتحجزهم عن التطاول على الآخرين، وأن ترتفع بالدهماء والمستضعفين عن مناخ الذل والصغار الذي فرض عليهم، وتطلقهم فوق صعيد الحرية والكرامة، وتعيد إلى كيانهم مشاعر العز والإباء. وبذلك يلتقي هؤلاء وهؤلاء عند حدود عادلة متساوية، لا تدع لهذا الجانب أو ذاك فرصة لاستغلال أو وسيلة لاستعباد. الإيمان الإنسان يا أخوان إذا بطش، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، جبار، فالإيمان ينزل بهذا الجبار ليذكره بأنه عبد، ويرتفع بهذا الذي ذل ليذكره بأنه عبد لله، فيجتمع هذا وهذا. أبو بكر وبلال كانا يصطفان مع بعضهما البعض في الصلاة ويسجدان لإله واحد. فالإيمان يهبط بالمتألهين ليذكرهم من هم، ويرتفع بالذين استضعفوا في الأرض ليذكرهم من هم. وهذا مصداق قول الله تعالى عندما قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. فرعون تأله واستضعف العباد، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. الله عز وجل قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نريد بالإيمان أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة، بدأ للأمير الغساني جبل ابن الأيهم أن يدخل الإسلام هو وذوه. كتب إلى سيدنا عمر يستأذنه في القدوم إلى المدينة. فرح عمر بإسلامه وقدومه، جاء إلى المدينة وأقام بها زمنا، والفاروق يرعاه ويرحب به. بدأ له أن يخرج إلى الحج. في أثناء طوافه بالحرم وطئ إزاره رجل من بني فزارة فحله، قال: الأمير الغساني عم بيطوف لابس إزار بالزحام، في رجل من عامة الناس من بني فزارة بدون قصده وطئ إزار الملك.
فانحل الإزار. غضب الأمير الغساني، وهو حديث عهد بالإسلام، لطمه لطمة قاسية هشمت أنفه. أسرع الفزاري إلى أمير المؤمنين عمر يشكو إليه ما حل به. أرسل الفاروق إلى جبلة يدعوه، سأله فأقر بما حدث. قال له عمر: ماذا دعاك يا جبلة لأن تظلم أخاك هذا فتهشم أنفه؟ فأجاب بأنه قد ترفق كثيرا بهذا البدوي. قال له: ترى شو كسرت له أنفه؟ أنا كثير كثير مترفق به، ولولا حرمة البيت لأخذت الذي فيه عيناه. قال له: بس أنا إكراما للكعبة، وقال لكم طيرت له راسه كله. ما له عرفان مين أنا؟ أنا إله متأله، شايف؟ أمير غساني هو زلمة تافه. قال له عمر: لقد أقررت، إما أن ترضي الرجل وإما أن أقتص منك. هذا جبل ما ركبت معه، لأنه هو كان في مكان ما فيش إيمان. هو إله يأمر وكلكم بدكم تسمعوا. إجا هلأ صار عبدا لله تعالى، بيقول له عمر بده يقتص منك هذا الفزاري. زادت دهشة جبلة لكل هذا الذي يجري. قال: كيف ذلك وهو سوق وأنا ملك؟ قال عمر: إن الإسلام قد سوى بينكما. قال جبلة: لقد ظننت يا أمير المؤمنين أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. قال له: دع عنك هذا، فإنك إن لم ترضي الرجل اقتصصت له منك. قال جبل: إذن أتنصر. قال عمر: إن تنصرت ضربت عنقك. ما في ردة بالإسلام، تلعب بالدين ما فيش لعب بالدين، بتفوت على الدين حر، أنت بدك فوت فوت، بدك ما تفوت لا تفوت، بس إذا فتت صار في سياسة شرعية تجي تتلاعب بعقول الناس وعواطفهم، ما بيصير. فاستمهل جبل سيدنا عمر ليلة حتى يبرم أمره. قال له: طيب طول بالك لبكرة، بدي أدرس الموضوع. وكان أن هرب في تلك الليلة إلى القسطنطينية وارتد عن الإسلام. أنا عثرت على قصيدة تحكي هذه القصة، أحب أن أقرأها عليكم. عمر: يا ابن أيهم، ليس في قبضتنا إلا سلاح، في يمين الله لامع حداه، اسمه الحق الصراح، وهو لو تعلم أمضى من سيوف الأرض، من صولتها طولا وعرضا، قد حملناه رسالة وسللناه عدالة، فذو التاج وأبناء السبيل تحت هذه الدوحة السمحاء أكفاء سواء في المقيل. يا ابن أيهم، جاءني هذا الصباح مشهد يبعث في النفس المرارة، بدوي من فزارة، بدماء تتظلم، بجراح تتكلم، مقلة غارت وأنف قد تهشم. وسألناه فألقى فادح الوزر عليك بيديك، قال: قد أشبعته ضربا وقصفا بيديك، في فناء البيت قد هشمته وجها وأنفا. أصحيح يا ابن أيهم؟ أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ جبل: لست من ينكر أو يكتم شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. عمر: أي حق يا ابن أيهم؟ عند غيري يقهر المستضعف العافي ويظلم. شايف بالإيمان الضعيف ما يقهر، الإيمان الناس كلهم زي بعضهم البعض. عند غيري جبهة بالإثم بالباطل تلطم، نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا، يأخذ الحق القضاء أو يأخذ الحق القضاء، وهو لا أنت الذي ينفذ عندي ما يشاء. جبل: يا أمير المؤمنين، أفتصغي فأبين؟ كنت بالبيت أطوف، والملبون رفوف، بغتة ديس إزاري، داسه هذا الفزاري، كدت في الكعبة أعرى، كان نكرا ما أتاه كان نكرا، عامدا بيت لي للناس للموسم شرا، قسما لو أننا في غير بيت الله في غير الحرام، لست ممن حنثوا يوما بعهد بقسام، لتوارى بين عينيه حسامي.
وكفاني نصله المرهف تشقيق الكلام. الفزاري يقول: ما تعمدت ورب البيت مما قال شيء، هفوة كانت وشيئا طارئا فوق يدي. يا أمير المؤمنين، أنا بالفاروق بالعدل عليه أستعين. عمر: أقررت يا ابن الأيهمي؟ أقررت لم تتحرجي؟ الحق باد كالمنارة كالصباح الأبلجي، سيرد للمتظلم ما جاء ينشده. عمر: هيهات نسكت عن أذى، هيهات نغضي عن ضرر. أرضي الفتى لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه. أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. جبل: كيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ يا أمير المؤمنين كيف ذاك وهو سوق وأنا صاحب تاج؟ كيف أرضى أن يخر النجم أرضى؟ كيف ذاك هو سوق وأنا عرش وتاج؟ عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية، دعك من هذا وجنبني اللجاج والجهالة، أنتما ندان في ظل الرسالة. سأقيده منك أو ترضيه، أبرمت أمرا سأقيده. يا ابن أيهم، لست خيرا من أحد في البلد، بالتقى بالصالحات الباقيات أورقا، تفضل الناس لدينا بالعمل. نفل ما تدعي محض نفل، وضلال وخطل. أرضه أو تذهب أنف بأنف، قبل أن آخذ هذا الحق لن يغمض طرفي. جبل: كان وهما ما مشى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. عمر: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه وأعز الناس فيه بالصعلوك بالعبد تساوى. لا تماري، عد إلى الحق وضيئا كالنهار. ما حملنا الدين زينة ولباسا في المدينة، حيثما شئنا خلعنا ورجعنا. يا ابن أيهم، سوف تدري كيف نقتص نجازي المعتدي ضرا بضر. لا تداور، إنني أبرمت أمري. الكرامة فوق قرطيك الغريبين وتاجك ومزاجك، بشر مثلك من عفرته روحا وهامة، تحت أقدام زعاجك، تحت مجنون هياجك. لا تماري، عد إلى الحق وضيئا كالنهار. جبل: أتمهلني ليلتي هذه أقلب رأيي؟ لعل الطريق يضيء لعيني لعيني صديق. عمر: إليك سؤالك، اطوي الدجا وجئني غدا سقوط الندى، ودعني على ما انتهيتم أفيق. هنا يخرج جبل وينتهي به الرأي أن يغادر المدينة فارا من قصاص عمر للكرامة الإنسانية. أول فائدة يا أخوان للإيمان على المجتمع أنه ينزل بالمتألهين ويذكرهم أنهم عبيد، ويرتفع بالذين استضعفوا ليذكرهم بأن لا يستعبدوا إلا لله عز وجل، فيتساوى الجميع في ظل الإيمان. والذين يريدون أن يشيعوا إلحاداً يريدوا أن يستعبدوا البشر. هي أول فائدة مجتمعية للإيمان. أما الفائدة الثانية والأخيرة فأحب أن أقول لكم: الإيمان والأمانة والأمن ثلاث كلمات مصدرها اللغوي واحد. الإيمان والأمانة والأمن ثلاث كلمات مصدرها اللغوي واحد، وارتباطهما اللغوي يشير إلى ارتباطهما الواقعي. إذا في إيمان معناته في أمانة، معناته في أمن. ما في إيمان ما في أمانة ولا في أمن. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. اللي بده يعيش بدون دين كأنه يريد أن يموت وأن يميت البشر. يا إخوان، ما الذي يجعل الطبيب يرعى ذمة المريض في غرفة العمليات الجراحية؟ إيمانه يجعله أمينا وعنده أمانة مع هذا المريض. ما الذي يجعل المحامي يكون أميناً في صياغته
للمرافعة القضائية، والموكل لا يعلم شيئا عن هذه الصياغة، إيمانه يجعل له هذه الأمانة. من الذي يجعل أو ما الذي يجعل البائع يبيع السلعة فإذا انتهت مدتها امتنع عن بيعها؟ إيمانه يحمله على الأمانة، لأن هذا المشتري أمانة. لما تشيع الأمانة بين الناس يشيع الأمن. أما الحقيقة إذا ما في أمانة، إذا المعلم بده يأكل الطالب، والمحامي بده يأكل الموكل، والطبيب بده يأكل المريض، والبائع بده يأكل المشتري، والمستأجر بده يأكل المؤجر، ما عاد في أمان. ما عاد في أمان، بيقول لك واحد ما عاد بعرف أنا مين بده يفترسني، ما لي عارفه. من أين يأتي الأمان والأمن؟ من الأمانة. من أين تأتي الأمانة؟ من الإيمان. لذلك من فوائد الإيمان أنه يشيع الأمن المجتمعي، لأن الإيمان والأمانة والأمن مصدرها واحد. ومهما فشى الإيمان وزادت الأمانة فشى الأمن والسلم في الأرض. هاتان فائدتان من فوائد الإيمان على مستوى المجتمع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم زدنا إيمانا إلى إيمان، اللهم ثبت إيماننا، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهادة.